يعني وقتال الكفار ينقسم إلى قسمين، إلى جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب هو إذا منع المسلمون من نشر دعوتهم وإيصالها إلى الناس، فحينئذ يلزمهم أن ينصروا دينهم وأن يقاتلوا من منع وصول هذا الدين إلى الناس إذا كانوا يستطيعون ذلك بشروطه. فلا بد قبله من الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا بد أن يكون ذلك في ظروف بالمنابذة حتى لا يكون عهد، وبتشريد من خلفهم بهم كما بين الله ذلك في كتابه. أما جهاد الدفع فهو الموجود دائما المستمر في كل الأوقات، وهو إذا اعتدى أحد على المسلمين أو على غيرهم ممن هو من رعاية الدولة الإسلامية أو ممن يستطيع المسلمون نصرته. المسلمون أمة عدل وإنصاف وخير، فيلزمهم أن ينصروا كل مظلوم يستطيعون نصرته. فإذا ظلم ولو لم يكن ثم عهد، ولو لم يكن مسلما، ولو لم يكن ثم عهد، إذا استطاعوا نصرة أي مظلوم حتى من البهائم فهم أمة عدل، والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذا قلتم فاعدلوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فإذا اعتدي على أحد فيجب على المسلمين رد العدوان بالعدل والإنصاف، وقد قال الله في ذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في ذكر رد عدوان المعتدين لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش بعد أحد، قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.